بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي طلاب الصف الخامس الابتدائي مدار دار الثقافة الأهلية، الآن مع الدرس 13 الوحدة الثالثة المناطق الساحلية والجزر. يوجد في الخليج العربي والبحر الأحمر عدد من الجزر السعودية الجميلة، لذا قررت حكومة وطني ضمن رؤية 2030 إنشاء مشروع كبير لاستثمار هذه الجزر والاستفادة منها. هذه الجزر أكثر من 1340 جزيرة سعودية في البحر الأحمر والخليج العربي، وأكثر من 1200 نوع من الأسماك في البحر الأحمر والخليج العربي. أهم الجزر السعودية جزر واحد جزر خراسان، تقع في جنوب شرقي الجزء الجنوبي من البحر الأحمر، وتبعد عن سواحل جازان نحو 40 كيلومترا. ومن أهم هذه الجزر خراسان الكبرى والسقيد وقماح، وفيها سكان مقيمون. جزيرة خراسان الكبرى يبلغ طولها نحو 66 كيلومترا، وعرضها بين 5 إلى 8 كيلومترات. تبلغ للاطلاع تبلغ مساحة مشروع البحر الأحمر نحو 34 ألف كيلومتر مربع، يتضمن تطوير 22 جزيرة ضمن رؤية 2030، سيصبح وجهة سياحية رائدة بعد عدة سنوات. 2 جزيرة أم الجمال تقع في البحر الأحمر جنوب مدينة القنفذة، وتبعد عنها بنحو 19 كيلومتر. 3 جزيرتا ثيران والصنافر تقعان شمال البحر الأحمر عند مدخل خليج العقبة. جزيرة قران تقع في الخليج العربي شرق المملكة العربية السعودية. جزيرة جنة تقع في الخليج العربي شرق المملكة العربية السعودية. مهرجان الحريد السياحي في جزر خراسان من المهرجانات الثقافية المحلية، وهو تقليد قديم يكون في شهر مارس ومطلع شهر أبريل سنويا، عندما تتجمع أسماك الحريد بأعداد كبيرة على سواحل الجزر، يصيد الصيادون الأهالي كثيرا منها بسهولة. في وطن المملكة العربية السعودية كنوز طبيعية بحرية عديدة، منها الشعاب المرجانية. فما الشعاب المرجانية؟ الشعاب المرجانية هي كائنات حية تتكون في المياه الضحلة وتحقق التوازن البيئي البحري. هنا نشاط واحد من فوائد الجزر في المملكة العربية السعودية التي اعتنت بها رؤية وطني 2030، منها الاستثمار الاقتصادي، ومنها أن هذه الجزر هي وجهة سياحية مهمة. بجانب ذلك برضو بنية الاستثمار الاقتصادي والاستفادة من الموارد الطبيعية في هذه الجزر. بقى جزيرة سعودية يسكن فيها نحو 33 ألف مواطن، وتبعد عن جازان نحو 40 كيلومتر. فما هي؟ اللي هي جزيرة أو جزر خراسان. جزر خراسان هذا بالنسبة لي جزر خراسان، والدرس 13 الجزر والمنطقة الساحلية والجزر في المملكة العربية السعودية. وفقكم الله وسدد خطاكم وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.